الرد على ادعاء ان يونان مات في جوف الحوت. واسف مره تانية، الموضوع ده كان المفروض انا مخطط له ان احنا نعمله اثناء صيام يونان يوم الثلاث في وسط صيام يونان، لكن بسبب ظروف مرض وبعد كده الفيديو ده اللي بعض من حضراتكم طلبتوا مني ان لازم ارد عليه وبسرعه، فعشان كده اتاجل موضوع حوت يونان، فاعتذر وبشده سامحوني. لكن الموضوع باختصار شديد اللي هو موضوع حوت يونان، وانه يونان مات في جوف الحوت. مش بس حاول يدعي هذا الكلام غير مسيحيين، الغريبة ان بدأ يدعيه بعض المسيحيين او يقول هذا الرأي بعض المسيحيين. فالسؤال اللي جاني او اتكرر اكتر من مرة، هل كان يونان حيا ام ميتا في بطن الحوت او في جوف الحوت؟ البعض يدعي انه كان ميتا وبيستشهدوا ليه الفكرة دي بدأوا يقولوها. هو الحقيقة سببها بعضهم بيحاول كان يرد على ديدات، فلقي أسهل رد على ديدات في النقطة دي أنه هو يقول طبعا يونان مات. طبعا الكلام ده غير صحيح، وتم الرد على ديدات تفصيلا في هذا الأمر. فللأسف بعض المسيحيين في هذا الزمان الغريب اللي احنا فيه والفكر الليبرالي المتحرر اللي يقول اللي هو عايزه في أي وقت، بدأ يقولوا أن يونان كان مات في بطن الحوت أو في جوف الحوت. ليه؟ لأنه لو كان حي فزي يكون آية أو مثال للرب يسوع المسيح، لأن الرب يسوع المسيح ميت في القبر. فاهمين الفكرة بتاعتهم؟ فهم بيقولوا عشان يونان يكون مثال للرب يسوع المسيح، فزي ما الرب يسوع المسيح مات 3 أيام و3 ليالي، إذن يونان مات 3 أيام و3 ليالي. الحقيقة الكلام ده غير صحيح، وأكشولي ما ينفعش. مع كل احترام لكل الآراء المختلفة وعلى راسي من فوق، لكن ازاي اتعجب من البعض يصل لهذا المقدار من الحرفية عشان بس يرد على بعض الشبهات؟ فباختصار التشبيه زي وزي المثل بيكون في وجه واحد. التشبيه او الشبهية هنا هو بقاء يونان، آسف بقاء يونان في جوف الحوت المظلم 3 ايام، هو رمز لبقاء الرب يسوع المسيح في القبر المظلم 3 ايام. ده التشبيه. فالرموز او التشبيه او المثال دي بتبقى توضيحية من زاوية واحدة، جانب توضيحي واحد هو اللي بيكون منطقي، لكن الرمز لا ينطبق بالكامل. فمثلا زي ما مثال او ترمز لشخص شجاع بانه هو اسد، ده رمز منطقي في حاجة واحدة بس، في صفة الشجاعة. أي محاولة تطبيق الرمز أو المثل خارج عنصر التشبيه ده بيبقى خطأ، ده بيتحول يبقى إهانة. فهذا الشخص اللي تشبه بالأسد في الشجاعة لا يشبه الأسد في أي شيء تاني، في أي وجه آخر، بقية صفاته ولا أسلوب حياته ولا شكله ولا تكوينه، ويكون خطأ محاولة تطبيقه بأوجه أخرى غير المقصودة. فالرمز في يونان وجه واحد فقط، وهو الفترة الزمنية اللي بقى فيها في مكان مظلم 3 أيام. أما عن بقية الأوجه ما ينفعش، فلا يصح أن هم يتطابقوا كلهم في كل شيء عشان ساعتها يبقى تشبيه. لا طبعا ما ينفعش، بمعنى لو تماشينا أنه عشان ينفع الشبه يبقى لازم يونان يكون ميت في جوف الحوت عشان يكون وجه شبه للرب يسوع المسيح اللي مات في القبر. طب ماذا عن اختلاف حالية يونان عن الرب يسوع المسيح؟ يونان خاطئ والرب يسوع المسيح لم يجد فيه اسم، يبقى كمان أقول أن يونان بدون خطية أو الرب يسوع المسيح خاطئ عشان يبقوا مثل لبعض؟ يونان كان هارب من الرب بينما الرب يسوع المسيح بينفذ الخطة الإلهية ويحقق المصالحة. يونان ابتلعه حيوان من المياه وأصبح في داخل جوفه، الرب يسوع المسيح ما فيش أي حيوانات ولا يبتلع ولا غيره في وقت موته. يونان قذفه الحوت وما كانش ليه حتى إرادة، الرب يسوع المسيح ما قذفهوش القبر، ده خرج من القبر بإرادته. بل حتى الرب يسوع المسيح فعلا مات بالجسد موت حقيقي، لكن زي ما قال معلمنا بطرس الرسول مماتا في الجسد ولكن محيي في الروح، لأن اللاهوت لا يموت. وغيرها كتير جدا من أوجه الاختلاف. فليه البعض يتمسك بحرفية أنه لا لازم يكون ميت عشان يكون وجه التشابه؟ لا مش ده وجه التشابه المقصود. وجه الشبه بين الرب يسوع المسيح
له كل المجد ويونان النبي فقط في بقاء في مكان مظلم 3 أيام. زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول إن العهد القديم تكلم عن بقاءه 3 أيام، وهي ده الموضوع بتاع يونان، بقاءه 3 أيام مش بقية أوجه الحالة. لكن ده مش رأي، ده اللي أقدر أقوله لحضراتكم حسب مفهوم الضعيف، ده اللي بيقوله الكتاب. فسفر يونان على سبيل المثال إصحاح 1 بداية من عدد 17، فأعد أمر الرب فأعد حوتا عظيما ليبتلع يونان، فكان يونان في جوف الحوت 3 أيام و3 ليالي. أولا العدد ما قالش مات، فمات يونان وبقى في جوف الحوت 3 أيام و3 ليالي. ولو مات وكان هيتهضم أصلا. بل تلاحظوا حاجة يمكن ما تاخدوش بال حضراتكم منها، لكن تعبير العربي فكان، كلمة كان لما تبص عليها في العدد العبري هي يهي. يهي دي تصريف من تصريف كلمة هي. كلمة هي يعني في العبري تنفس، يعني actually الكلمة العبرية اللي اترجمت في العربي فكان هي في العبري تنفس، يعني حي بيتنفس. عايزين تتأكدوا من كلامي، ادي الكلمة تحت رقم H1961 هي جاية اصلا من فين؟ بمعنى تنفس، وتعني موجود، كيان حي موجود، جذر بمقارنة التنفس وتعني موجود. فأصلا اللي ما خدوش بال البعض منها إن هي كلمة بقى هي أصلا من جذر في العبري معناها حي بيتنفس. العدد قال اللفظ ده، فنيجي احنا نقول مات ازاي. ويكمل إصحاح 2 من سفر يونان، فصلى يونان إلى الرب إلهه من جوف الحوت. برضو اللي يبص على كلمة فصلى يونان يبدأ في العبري بفاف، اللي هي حتى جاية هنا في العربي فاء. فاف العبري دي تعني الاستمرارية الحدث وليس تغيير حالة. ولم يقل مات ثم اللي هي تعبر عن تغير الحالة قام. فتعبير فصلى يؤكد ان ده حي بيستمر، هي واستمر حي لغاية وقت الصلاة، حالته ما تغيرتش. نيجي للتعبيرات اللي استشهدوا بيها. دعوت من ضيق الرب فاستجابني، صرخت من جوف الهوية. أهو كان بيصلي في الهوية عشان ربنا يقومه، لا، فسمعت صوتي. عدد 3 بيشرح وبيقول لأنك طرحتني في العمق في قلب البحار. يونان بيشبه وجوده في جوف الحوت المظلم في قلب البحار بالهوية، ده التشبيه اللي موجود ما بين عدد 2 و3. فأحاط بي نهر جازت فوقي جميع طياراتك ولججك. فتعبير الهوية يقصد بجوف الحوت اللي بيسبح في قلب البحار زي ما قال العدد بوضوح، مع ملاحظة شيء، مفيش أصلا صلوات في الهاوية، والكلام ده بنصوص كتابية. الهاوية اسمها إيه؟ سماها العهد القديم إيه؟ حد يفتكر؟ ليها أسماء كتيرة، أحد أسماء العهد القديم أرض السكوت، زي ما يقول في سفر المزامير 94:17 لولا أن الرب معيني لسكنت نفسي سريعا أرض السكوت. طب ما كل إنسان شرير حيموت كده، يصلي إن رب بعد ما يروح الهاوية يصلي ربنا عشان يقومه ويرجع يروح الفردوس أو الملكوت؟ لا طبعا، بعد الموت مفيش فرصة ولا حتى بالصلاة. سفر المزامير 115:17 ليس الأموات يسبحون الرب ولا من ينحدر إلى أرض السكوت. ده نصا اللي بيقوله الكتاب المقدس، ليس الأموات يسبحون الرب، الأموات لا يقدروا يصلوا ولا يسبحوا ربنا، ولا من ينحدر إلى أرض السكوت. اسمها أرض السكوت، ما فيهاش صلاة. وبقية الألفاظ بيستخدم فيها تعبيرات بلاغية عن وجوده في جوف الحوت،
في قلب المياه، فقلت: قد طردتني من أمام عينك، ولكني أعود أنظر إلى هيكل قدسك. قد اكتنفتني مياه إلى النفس. هل في الهوية اكتنفته مياه؟ مات وراح الهوية، فجات المياه في الهوية تغرقه، أحاط بها غمر في الهوية، التف عشب البحر برأسي في الهوية. يكمل تشبيه المكان اللي هو فيه بعد ما شرحه هو إيه؟ نزلت إلى أسافل الجبال، بيشرح رمزيا للمكان اللي فيه الحوت لما بيعوق بيعوم فيه في الأعماق المياه، كما لو كان أسافل الجبال، مغليق الأرض علي إلى الأبد. ثم أصعدت من الوهدة حياتي أيها الرب إلهي، حين أعييت مش مت في نفسي ذكرت الرب، فجاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك. كنت عيان، كنت في حالة لا يعني لا لا لا, لا أحسد عليها، مش ميت. فصلاة يونان أولا قبل من يستجيب ربنا، مش ربنا استجاب وأقامه من الموت وبعدها يونان بدأ يصلي، لا، هنا بيقول إن يونان صلى أولا بعد كده ربنا استجاب. الذين يرعون أباطيل كاذبة يتركون نعمتهم، أما أنا فبصوت الحمد أذبح لك وأوفي بما نظرت للرب للرب الخلاص. وأمر الرب، آدي استجابة ربنا أهي في عدد 10، الحوت فقذف يونان إلى البر، مش وأمر الرب فأقام يونان من الموت. فهنا الكتاب ما قالش ولا مرة أن هو مات، بل يقول بوضوح أنه كان يصلي وهو في جوف الحوت. فهل كان يصلي وهو في جوف الحوت وهو ميت؟ وهل هو ميت بيوعد أنه هو سيذبح ويقدم نذور للرب عندما يستجيب لي؟ الاستجابة الوحيدة اللي موجودة في الأعداد في قصة يونان المذكورة أنه جعل ربنا الحوت يقذفه إلى البر، مش استجابه وقومه من الموت. ده ردا على اللي بيدعي أن يونان مات. لمن يستشهد بأنه يقول من جوف الهاوية، ده تعبير واضح عن المعاناة، وزي ما وضحت بيقول أنه هو أعي، فيشبه المكان اللي هو فيه في جوف الحوت المظلم في أعماق المياه، بيشبهها بالهاوية المنخفضة المظلمة. لكن لو هناخد الموضوع حرفيا، هل الهوية فيها غمر؟ مية كتيرة؟ وغيرها من التعبيرات المذكورة في الصلاة؟ أما حتى إن عن استشهاد الرب يسوع المسيح له كل المجد في التشبيه أيضا، ما قالش إن يونان مات. في إنجيل متى إصحاح 12، فأجاب وقال لهم: جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي. الآية إن هو بقى حي، إن هو يموت في جوف الحوت، مش آية. لأنه كما كان، هنا التشبيه، كان هكذا يكون، كما كان هكذا يكون يونان ابن الإنسان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي، في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي. آدي وجه التشبيه العدد، كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي. مش كما كان يونان ميت هكذا ابن الإنسان يموت، لا، ملهاش علاقة خالص بالكلام ده. التشبيه عن الحالة في الرمزية، ال3 أيام بقاء في مكان مظلم، ده التشبيه. فالمقارنة في بقاء يونان في جوف الحوت 3 أيام وبقاء المسيح في قلب الأرض 3 أيام، وليس أي وجه آخر. ولكن زي ما جبت لحضراتكم العبري، الكلمات في العبرية جاية من كلمة يتنفس، ففين تعبير إن آية يونان هو موت في جوف الحوت؟ العجوبة هو بقاء حي في جوف الحوت. وجه التشبيه هو الفترة وليس تفاصيل الحالة، بل تعبير حتى الرب يسوع المسيح لما بيقول وأعظم من يونان ها هنا، فالرب يسوع المسيح أعظم حتى في هذه المعجزة. فيونان عاد بعد ما أنشرف على الموت في جوف الحوت، الرب يسوع، لأن هو بيقول أعيي مش مات، بينما الرب يسوع المسيح عاد من الأموات فعلا، بالإضافة أن ده نبي خاطي، أما الرب يسوع المسيح له كل المجد، الله الظاهر في الجسد. وزي ما قلت لا يوجد تعبير خالص لا في العهد القديم ولا الجديد مات، بل إن التعبيرات يونانية عبرية جاية من مصدر يتنفس.
في كل الكتاب المقدس ما قالش يونان مات، ولكن الكتاب بوضوح انه كان بيصلي في جوف الحوت يعني حي. واخيرا الكلام اللي بنقوله ده مش حاجة جديدة، ده المفهوم اليهود والاباء المسيحيين الاوائل والمفسرين الشرقيين والغربيين من زمان، ان يونان كان حي في جوف الحوت. فراشي يقول انه وقف يصلي في داخل الحوت، رغم ان راشي طبعا كالعادة بيضيف خياله المعتاد وحاجات خرافية، ولكن قال ان يونان كان حي في جوف الحوت، وادي نص كلام المفسرين حداثة وقدامى قالوا الكلام ده، على سبيل المثال يوحنا الذهبي فم وغيرهم كتير جدا قالوا الكلام ده، قديس جيروم وي 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 وي. فده اللي فهموه الاباء من كلام الرب يسوع المسيح واستمر يدرس جيل عن جيل. فمش عايزين حد يطلع اصحاب اللاهوت الليبرالي هذه الايام ويطلع يخترع لنا حاجات تخالف اللي احنا مستلمينه من البداية. ده اللي حبيت اوضح لحضراتكم، واكتفي بهذا القدر، واسف لو اخطأت في شيء، واحتراما للكل، لكن مش معنى نحترم الكل يعني نقبل الاراء، لا، الرد على الفكر بالفكر، واعتقد قدمت ادلة كافية، والمجد لله.